عامل ايه؟ والله الحمد لله مش باين انت خالص يعني. والله العظيم انا هروح الليل بعد العشاء ونحمد ربنا هاخد حاجة حلوة كده لأبو كموني. ماله؟ عايزين نبارك. ماله عمل ايه؟ اشتغل في شركة الكهرباء يا راجل ولنا رجلي كده في الكهرباء. والله العظيم يبقى 100 100. ده خدمنا كده كلنا كده. الحمد لله ده خدمنا يا راجل. بدل ما الواحد بيته يخرب ومحدش عارف الدنيا فيها. فاتورة الكهرباء مصايب سودة جاية. الناس لما تقول جاية أولاد. واول ما دريت ان هو اشتغل في الكهرباء سجدت لله ركعتين. شوف خدني معاك حتى جت الفاتوره كده ولا كده. ايوه عديها حاول عديها. طب والنبي خدني معاك عشان برضو لو حب يخدمنا ولا بتاع يعني نقدر عليه حاجه. انا هاخد له حاجه كده. قال لك حاجه هديه كده واداله تغسل عين. خلاص عشان يبعت لك علبه حلاوه. ومنين ما انت معدي باخدني معاك عشان برضو ايه يتكسر شويه يعني. تبينا هناك في الشارع بدل ما محملين علينا قوي التجار محملين علينا في الكهرباء. قوي قوي هو يخدمنا. محدش حاسس بالغلبان واصل. اي والله والله بصراحه لا انت عارف خلي بالك. ما اقولش يا هم انت كبير. ما اقولش يا هم انت كبير في رب اسمه كبير. يا هم في رب كبير. ما اقولش الهم كبير اقول في رب كبير. ونعم بالله. يلا يا ساتر. ايوه يا حاجة. مين اللي بره؟ عايز اشوف العداد. عداد ايدك؟ عداد ده في كلبك. الراجل مش هنا. طب يا ست انا مالي ومال الراجل. انا عايز العداد مش عايز الراجل. يا عم انا ما اقدرش افتح لك الباب. الراجل مش هنا. ده يوم مطين النهارده. ده انا من صباح ربنا داير الف محدش راضي يفتح. يا ست عايز اشوف العداد اقراه. يا عم عداد ايدك؟ عداد ضربه في قلبك. ضربه في قلبي مين عليا دي؟ هتمشي بالعيله ولا صاحبي؟ يا ست انا ماشي 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 اعوذ بالله. ده مره فجريه. اهلا الله اللي هنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كشاف النور يا سيدي. اتفضل. عايز اقرا العداد. مفيش حد هنا يا سيدي. انا ماليش دعوه باللي هنا. انا عايز اقرا العداد. هنا مفيش حد واصل. انا بقول لك مفيش حد هنا واصل. امال انت هنا ما تعمل ايه لما مفيش حد؟ انا هنا شغال الجناين دي والبتاع والرش والجنينه والدوده. طب ماشي يا عم عايز اقرا العداد بعد اذنك. يا عم الحاج مفيش حد هنا. لا مفيش حد هنا واصل. طب يا عم اقرا العداد. انا ماليش دعوه باللي هنا. اقرا العداد. لما البيه يجي تي تقرا العداد. لكن مفيش حد هنا. لما البيه يجي اي وانا اطلطع لما البيه يجي عشان اقرا العداد. طب خد اقرا لك. كان تقرا لي ايه هنا؟ ايه هو ده؟ ده مين ده؟ انت يا عم شغلانتي السودة دي. ما انا كنت شغال في شغلانه ومريح دماغي. انت يا عم الحاج اللي جوه. لا اله الا الله. وانت ما تعمل ايه مع دول انت هنا؟ ايه يا عم؟ ما عرفتش اقرا العداد. هات الكلب. ما عرفتش تقرا العداد؟ ايوه. طب هخش اقرا العداد. مفيش حد هنا والسلامه. مفيش. لما يجي البيت بتعال اقرا العداد. ابقى اقرا العداد؟ ايوه. يعني تشن الكلب وفي الاخر تقول ما عرفتش اقرا العداد. يا عم مفيش عدادات يا عم. يا عم انا ماشي. يا عم تسحب شنطة ولا تسحب بتاع. يا رب يا مساح. الباب مقفول ولا محدش هنا؟ حتى انت. طب اروح فين واجي منين؟ ده انا من صباح ربنا ما جريتش ولا نيل عداد. ابو زكري. ايوه اهلا 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 اهلا. الف الف مبروك الوظيفه الجديده. عامل ايه؟ على دي وظيفة. ليه يا عمي؟ على دي شغلانة. ما شغلانة وسحة. ليه يا ابويا؟ ما انت طول عمرك عواطل ودار تعد الكلاب على القضيب والبتاع. لما ربنا يكرمك تعمل كده. اقعد حظك حلو. طب خد حظ حلو وخد. بص انت في الدفتر من صباح ربنا دار الف. اقعد. ما اجراش عداد في البلد اللي احنا فيها ده كله. اشرب كوباية الشاي دي بدل المحروق ابو شلبي ما جسبتلوش. يا ابوي يا راجل رجليها ولعت. رجليها ولعت من كتر اللف ودار خبط على البيوت. ولا تطلع تمسك لي حله ولا تطلع تمسك لي الشبشب ولا تطلع تقول لي امشي يا راجل يا مجنون من هنا. يا عم ايه هو ده؟ وانت برضه ما تهبر هبره حلوه. يا عم هبره حلوه مين؟ بلا هبره حلوه بلا زفت. ده انت بتاخد لك بتاع 8000 9000 جنيه. يعني احنا اما نقرا العدادات للناس علشان الناس ما تقولش ده ظلم. ما يعرف العدادات كيف ومش يعرف العدادات كيف. طب نعمل لهم ايه تاني؟ زي بعض. بس انت مخك تعبان. طب قول لي شور عليا. مخي تعبان شور عليا. اشور عليك. رد لو وجعتني جوه من اللف.
اشور عليك وليها الحلاوه. والله لو الموضوع هيخدمني كل شهر ليك الحلاوه. ده مش هيخدمك بس، ده هيبادينك، هيريحك وهيظبطنا عند المدير. اسكت انت، مالك ومال المدير ومال الوزير؟ خليك في حالك انت، ده انا هخليك تظبط الامور. لا ما انا لما اجيب العدل الجرايه في العدادات للمدير، واخد بالك انت، ومش هسيب الربع كيلو ولا بتاع، اما اخد علاوه واموره بتظبط. طب خلي العلاوه تنفعك وتجيب لك جزم بدل لما تدوب من المشي. طب قول لي اعمل ايه طيب؟ انت تروح البيت. حلو. تخلي ام العيال تعمل لك فنجان قهوه. ماشي. وكوبايه شاي، واقعد دفترك معاك وقلمك معاك. تمام. فلان الفلاني العداد رقم كذا، ما ارقام العدادات عندك؟ عنده كل هاي وباسم اصحابها. 500 كيلو استهلاك. فلان الفلاني 700 كيلو استهلاك. علان العلاني 200 كيلو استهلاك. فلان الفلاني 150 كيلو استهلاك. بس وادك وانت قاعد في بيتك، لا تلف ولا تدور ولا تروح لده ولا تخبط على ده ولا دي. ولا انت غاوغ؟ صدق عندك حق يا راجل. ده انا المره ما اكلمها اقول لها بتاع النور، تقول له نور في قلبك، نور في مصارينك. ما انت جاك رحت لها في وقت مش مناسب. وانا يعني هنجل الوقت اللي اروح فيه، هسيب له الخبر قبلها بيومين عشان اروح اقرا العداد بتاع النور. من؟ بس اقول لك دماغك كده. أه عيب يا عم الحاج. عيب. انا هعمل الموضوع ده وهظبطه. قوم شوف شغلك. ادي قلمك وادي ورقتك، اتوكل على الله. اي نعم. اتوكل على الله. انت هتنعنم ليه؟ ماشي بلا اي نعم. هاخد كوبايه الشاي معايا. ما تشربش شاي. زبط راسك. اشرب في بيتك وانت اما تظبط. انت هتقعد عندي اشرب على ما اوصل. لا انت بشرب في البيت. يلا. يجي لي الكعبة بتاع الوصل باربع تلاف ونص يا ابو كمون. ده انا خدت لك علبة حلاوة وقلت ده هيخدمنا وينفعنا. لا حول الله يا رب. انا مشغل طاحونة عندي جوا. ده اربع خمس لون. حاجي سعيد. تعال ابو شالم. السلام عليكم. شعب طبرك يا حاج. عامل ايه ابو شالم؟ ازيك يا حاج. الله يخليك ابو شالم. خدت له الفجل والجرجير والقصب والفطير يتمرفعين ابن الحلال. جيب له 4000 وولع بيت نار. 4000 ونص هذا الوصل. ما جيب له على نفلانت صحار وقلت له يخدم. انا مشغل هات يوات شويه قناديل لامك ابو كمل ودهم له، وهات عقد القصب ودهم له، وهات مش عارف ايه ودهم له. انت السبب يا ابو شالب لما تقول لي ده ابو كمون تبعنا والحكايه وهيخدمنا ويعمل. هذا اللي خدمنا. خرب بيتي ابو كمون. ابو كمون. ابو كمون مين؟ خرب بيتي وخد العداد. خرب بيتي وخد العداد وسابني قاعد محتار. يا خرب بيتك يا ابو زكي. انا اللي شرط عليه، انا اللي شرط عليه. جاب لي في العداد 7000 جنيه. ما كانت تتكسر رجليه ويغور في داي، انا اللي راح اشور عليه واقول له اقعد في البيت واكتب اي حاجه. يا خرب بيتك يا ابو زكي. منك لله يا ابو كمون. منك لله يا ابو كمون يا ابو كمون يا ابو كمون. خدت الكعبة يا ابو زكري. ابو زكري. خدت الكعبة يا ابو زكري. مالك؟ سلام عليكم. انت جيت. ايه الاخبار؟ تعال يا اخوي. تعال يا حبيبي. بس اقول لك على حاجه. قول. والله العظيم شورتك 10 على 10. ريح الدماغ من كل حاجه. وخربت بيتي من كل حاجه، من كل حاجه. خربت بيت مين؟ جاب عليها 7000 جنيه ابو كمون. على كنت ايه؟ طحنت ابو عليان شغاله جوا. ده انا اما احط الاكل تحت الجدر عشان يفضل ساقع يا ابو كمون ما عنديش ثلاجه. صدق انا باين لما اما نسخن ميه على جله يا ابو كمون عشان ما عندناش سخان. يا اخي ده شبه اسماء. ده انا نسيت اسماء. مين يا اخوي؟ اسماء مين اللي شبهها؟ يا عم ابو ذكر ابو زفت ابو شكر في واحد تاني في البلد. انا اتلخبطت. هو في ابو ذكر غيري في الكره الارضيه يا عم؟ تشبه انت اجي من عظمك ربنا روح. جت عليك كام يا عم؟ 7000 جنيه. انت كتبت كام؟ انت ما توزن ولا ما تكتب؟ يا خرب بيتك يا ابو زيد. يا خرب بيتك. قوم من جداني. انا ما كتبتش يا كل اللي كتبتها عليك انت. انا اللي فاكرها مش عارف 600 وكم كيلو. 600؟ دي 6000. قوم من جداني. كيلو هي اللي كتبت عليك انت كمان. شو بتعرف تقرا؟ هي تقريبا 600 اللي انا فاكر. طب استنى اشوفها لك في الدفتر. انت لسه هتشوف. هشوفها لك في الدفتر دقيقه بس. انت لسه هتشوف. دقيقه. ابو زكري. ابو زكري. ابو فكري. طب خد.